خليني بس علشان الدكتور اسلام عنان انضم الينا عبر سكايب، استاذ اقتصاديات الصحه وعلم انتشار الاوبئه. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير استاذ احمد وكل ضيوفك الكرام، اهلا وسهلا بحضرتك دكتور. اكيد تابعت ما يتم تداوله حول وجود مختبرات بيولوجيه في اوكرانيا. الطرف الروسي قال هذه الاتهامات، الطرف الامريكي رد، لكن بين هذا وذاك الراي العام العالمي بدات عنده فكره الشك في مساله استخدام الفيروسات كسلاح بين الدول. تابعت الامر ازاي؟ تمام. هو يعني طبعا يعني انا هتكلم من منظور علمي بالظبط. عموما موضوع الاسلحه البيولوجيه هو موضوع قديم جدا، يعني هو قديم قدم يعني الحروب المغول حتى، يعني اول مره كانت سجل حرب بيولوجيه كان لما المغول ابتدوا يرموا جثث اللي فيها الطاعون. يعني بص هو يعني مش من منطقه بعيده عن المنطقه اللي دايره يعني فيها الازمه حاليا، يعني هو رماها اكشلي على اوكرانيا. يعني هو اول بالظبط بقول لك مش من منطقه بعيده يعني. اتفضل يا فندم. بالظبط، ده كانت اول مره في البحر الاسود. فبعد اتفاقيه جنيف حتى في 1925 لسه في دول اللي مضت حتى على اتفاقيه عدم استخدام الاسلحه البيولوجيه، 108 دوله بيستخدموا الاسلحه البيولوجيه. ليه؟ لان عموما الاسلحه البيولوجيه ارخص نوع من انواع الارخصه الاسلحه الدمار الشامل. يعني احنا لو اتكلمنا على اسلحه الدمار الشامل عموما اللي هم بيقولوا عليها الان بي سي، اللي هو سواء كانت نيوكلير او بيولوجيكال او كيميكال، ارخصهم هي البيولوجيه. فحتى الان في معامل للاسف منظمه الصحه العالميه كل كذا سنه بتعلن عن وجود اشتباه لحرب بيولوجيه او مختبرات عموما موجوده بتستخدم ابحاث على سواء جرثومات او بكتيريا او فيروسات، يا اما مخلقة أو موجودة في الطبيعة وبيتم حفظها زي ما حصل مع الجدري. حتى الآن في عينات للجدري موجودة في معامل أمريكا وموجودة في معامل روسيا. سواء كانت الاتهامات اللي ما بين أمريكا وروسيا صحيحة أم لا، إحنا ما نقدرش ننكر إن حتى الآن الدول، خصوصا الدول اللي ما وقعتش على اتفاقية نزع الأسلحة البيولوجية سنة 72، لسه بتستخدم الأسلحة البيولوجية سواء كان كسلاح ردع. يعني دايما هو بيتقال ان انا بحتفظ بجرثومات او مثلا الانثراكس الجمرة الخبيثة فقط لدراستها والوقاية منها لو حصلت علي حرب بيولوجية، ولكن ما فيش اي قوانين معينة بتسمح ان انا اقدر افتح كل المختبرات واعمل عليها مثلا اوديت او ان انا اعمل عليها مثلا رقابة. المعامل الميكروبيولوجي هي معامل رخيصة نسبيا، أي دولة أو حتى للأسف يعني عشان كده أسهل بكتير من الأسلحة النووية، أي شخص عنده مقدرة مادية وعنده علم بالميكروبيولوجي يقدر أن هو يعمل معمل ويطور فيه أو يحتفظ بعينات بعد كده ممكن لا قدر الله العينة دي ممكن تنتشر. مشكلة الحرب البيولوجية ان مش دايما اللي بيطور سلاح بيولوجي اي جرثومة بيبقى عنده الفاكسين بتاعها اتطور بالفعل، يعني ممكن يكون الجرثومة الفيروس او البكتيريا انتشرت. طيب في حال وجود هذه المختبرات، اذا سمحت لي يا دكتور اسلام، يعني في حال وجود مثل هذه المختبرات في ميدان معركة، المعركة تدور في بين مرتزقة طيبين زي ما قال عليهم الدكتور عزة إبراهيم بالنسبة للفايلق الدولي، أو الطرف الآخر الروسي اللي قال برضو أن هناك من يريد القتال إلى جوار القوات الروسية، مدى خطورة ده؟ الخطورة كلها فإنها تقع في الإيد الخطأ. يعني هو دايما خطورة الحرب البيولوجية المعامل اللي موجودة البايولابس ان حد يخشها وهو مثلا ملوش درايه بازاي ممكن يتعامل مع مواد بيولوجيه زي مثلا مرتزقه، رجال جيش غير مدربين. الاسلحه دي ما فيهاش تهريج لان هي كمان ملهاش اليه معينه في الحفظ الا للشخص اللي عارف هو بيعمل بيها ايه او بيتصرف معاها ازاي.
فممكن ببساطة انفجار في معمل بيولوجي يؤدي إن إحنا مثلا يحصل انتشار على الأقل مثلا الجمرة الخبيثة. ده على فكرة حصل قبل كده في روسيا، يعني روسيا بعد ما مضوا الاتفاقية بتاعة 72 بكام سنة، سنة 79، حصل انفجار في معمل بالخطأ، انتشر جمرة خبيثة في روسيا ومات منها تقريبا في حدود 50 شخص. فده خطر جدا طبعا، مفيش عليها كنترول زي ما قلنا، مفيش حتى إعلان ما بين الدول هي المعامل دي بتستخدم في ايه وايه مدى خطورة المواد الجرثومية اللي موجودة بداخلها. يعني سواء كان الجهة الأمريكية ان هي بتقول احنا فقط هي جراثيم غير مضرة وليست لا تستخدم لحرب بيولوجية، ولكن فقط لتطوير لقاحات، على الجهة الأخرى الاتهامات بالعكس. بس حتى لو كانت المختبرات لتطوير لقاحات، هي مختبرات خطرة للغاية، لأن برضو عشان أعرف أطور لقاح أنا بتعامل مع الفيروسات، بتعامل مع بكتيريا في هيئتها بنسميها الوايلد أو هيئتها البرية. فبالتالي دي أخطر حاجة، أنا بتعامل مع أوقات جرثومة وببتدي أطورها عشان أشوف مدى قابلية المضادات الأجسام بتظهر ولا لأ، ببتدي أحطها في ظروف قياسية عشان أشوف هي بتتحمل درجات حرارة ولا لأ. فبالتالي أوقات بينتج عنها ما يسمى السوبر باج، يعني عندي ايفن الفيروس نفسه متوحش جوه المعمل. فطبعا هرجع تاني لنقطة السؤال، خطر جدا طبعا في ظل حرب، مفيش رقابة، مفيش معلومات حتى المعامل نفسها موجودة فين، ان اي انفجار او اي دخول بطريقة غير محسوبة لاي معمل يؤدي لانفجاره او لانتشار اي فيروس او بكتيريا. وزي ما قلت لحضرتك دي حصلت كذا مرة قبل كده في التاريخ، دي مش اول مرة. لو ممكن قبل كده نعرف ان احنا نكونتين او نحجم من المشكلة، الله اعلم ممكن في حاجة زي كده نعرف نحجمها ولا لا. نتمنى ان اتفاقية جنيف سواء 25 او اتفاقية 72 يتم تفعيلها، لان حتى الان حتى ال 108 دولة اللي وقعوا على الاتفاقية منهم دول كتيرة ما صدقوش عليها، يعني مضوا بدون تصديق. فبالتالي امريكا، روسيا، دول اللي ما وقعتش، حتى الان الصين طبعا حتى الان بيستخدموا اسلحة بيولوجية سواء في البلاد اللي لم توقع على الاتفاقية او بلاد اخرى بحجة تطوير اللقاحات. هل ده دكتور هينجب عن اسلام، ايه؟ الله اعلم. دكتور اسلام بشكر حضرتك شكرا جزيلا على معلوماتك القيمة وعلى مشاركتك لينا في النقاش. بشكر الدكتور اسلام عنان، استاذ اقتصاديات الصحة.